الثانوية ومعهد المعلمين منافسات الدورة المدرسية الرياضية الخامسة للمناطق التعليمية المختلفة في لعبات كرة اليد والطائرة وكرة القدم وألعاب القوى وتنس الطاولة. ويشارك في هذه الدورة حوالي 744 طالب وطالبة يمثلون منتخبات الإدارات التعليمية بالسلطنة. وتبلغ عدد المناطق التعليمية المشاركة في هذه البطولة الهامة حوالي 9 مناطق بالنسبة للبنين و7 مناطق بالنسبة للبنات، فيما يعد أكبر تظاهرة رياضية. وقد أظهر العديد من اللاعبين المشاركين كفاءات ممتازة في مختلف اللعبات، وهذا المستوى يؤهلهم للانضمام إلى صفوف المنتخبات القومية بالسلطنة. Yes, sir.